قصور القدم تهدوها، ابنوا القصور وعلوها وقصور القدم تهدوها، من وش العالم شيلوها خلوا الاهالي ينسوها، ومن وش العالم شيلوها خلوا الاهالي ينسوها. من كبار الفنانين بلبنان والعالم العربي، تاريخ بعالم الفن حمل رايته واعطيه كل ما عنده بصوته الاصيل وانغامه. مشواره الفني مستمر من سنوات عديدة وما زال متوج النجاح. ألحانه تحمل نكهة مميزة وما بتنحني ولا بتموت مع مرور الزمن. أهلا وسهلا بالفنان الكبير والقدير إلي شويري بإذاعة الشرق الأوسط من موريال. أهلا، نهارك سعيد، ميرسي كتير على المقدمة العظيمة. وأنت بتستاهل أكتر أستاذنا. الله يخليك، تعيش وتستاهل كل خير. بالبداية طمنا على صحتك. منيح، نشكر الله ماشي الحال إن شاء الله عطول. بدنا نبتدي اللقاء ونهنيك بهالميركس دار يلي تقدم تكريما لألك ولعطائك الفني. شو بتعني لك هالجائزة؟ شو بتعني لك هالجائزة أستاذ؟ والله أنا أعمالي اللي نجحت هي بالنسبة إلي الميركس دور تبعي، أو جماعة كتير طيبين كرموني، ويعني إلي أنا إلون شيت 7-8 سنين بكل سنة بدوروا حوالي بحاولوا ياخدوني مشان يكرموني، وأنا بقول لهم لا، نشكر الله، الله مكرمني بصحتي بعائلتي وبفني. فكنت أهرب من التكريم خوفة من انه اكون يعني كأنه عندي شعور كان كتير في مبالغ فيه. نعم. لانه كرموا كتير ناس بالميركس دور، لقيت حالي انا غريب عن القصة شوي. بس انت بتستاهل اكتر من هيك استاذنا. ان شاء الله اكون بستاهلك. انا ما بحب التكريم، بحب يعني الناس وقت اللي بتحبني وبتقدرني وبتسمع لي ألحاني وألحاني وأعمالي وأشعاري ناجحة بالوسط بلبنان وبالعالم العربي، بسوريا وبالأردن وبالخليج وبالمغرب العربي. فبشكر ربي ويكفيني هالفخر. هذا المراكس مش مراكس دور، مراكس أهم من هيك، محبة الناس ورضا الناس علينا. صحيح. بتعتقد انه بلبنان بيكرموا الفنان قد ما هو بيستاهل؟ بدي خبرك سر. تفضل. كل الاعلام بيعرفوا لبنان الله يقدره ويصير مهم ويصير مبحبح احواله. نعم. ومش عايز حدا، لانه لبنان بده مين يكرمه المعتر. يعني واقع يعني، نعم ايه؟ واقع قليم شوي بس هيدي الحقيقة. ايه، انا بحكي الاشياء مثل ما هي. يعني ما بلبنان ما حدا فاضي يكرم فنان، اهم من انه يكرموا فنان يحفظوا الفنان، يعملوا له تكريم صحي، يعملوا له ضمان صحي. نعم. هو وعائلته على القليل من بعد سن 60 او من بعد سن 50، هيدا اعظم تكريم بنعمل لفنان. يعني وقت بنتفرج وبنسمع وبنسافر وبنختلط بغير دول بغير مجتمعات فنية بالعالم، مثل كندا، مثل الولايات المتحدة، مثل الدول يلي بتحترم فنانينا. نعم. ويلي بتكرمهم كل طلع الضوء. نتأسف وقت منشوف غيرنا كيف معامل مبدعينه، ونحن بلبنان كيف بعاملوا المبدعين. فيعني يعني سكوتنا، يعني عدم تصريحي بالاشياء مثل ما هي، تعطيك فكرة قديش الفنان مظلوم في لبنان. يعني بيكفي الأوساط السياسية، الأوساط حكومتنا على مر سنين، على 50 سنة، من 50 سنة لليوم ما كرمت فنان مثل ما هو لازم. ما
بالعكس الفنان عم بيكرم دولته وعم بيكرم عم بيكرم نفسه بإنتاجه بأعماله العظيمة يلي انتشرت بكل العالم مش بس بلبنان. صحيح، لأنه الفن بالنهاية واجهة حضارية بيخلي الوطن يفتخر فيها. هل بتعتقد رح تتغير هالحالة بيوم من الأيام؟ ما لا بعيد عنا ما رح تتغير. طيب بعنك لأنه نختلف نحن عن شعوب التانية. نعم نختلف عن شعوب. ربنا مش عطينا موهبة حكام، عطينا موهبة فنانين. صحيح، موهبة حكام عندهم موهبة طمع. غنينا وعرف وقصدنا والنار عندك والماء قصدنا. غنينا وعرف وما قصدنا والنار عندك والماء قصدنا. آه لا تقول مسكين، ما حدا مسكين، قول بس معطر يا بلدنا. طيب إذا مننتقل للفن يلي عطيته كتير وبعدك عم تعطيه، هل عطيك قد ما عطيته؟ الفن لا بشوف يعني أنا يعني نحن وقت الله عطينا وبرزنا بفعل انتمائنا لمدارس عظيمة بالفن وبالمسرح الغنائي وبالتلفزيون اللبناني عطينا كتير، لكن وقت صرنا بدنا ننتج لحالنا ربنا سبحانه بملكه بعت لنا الحروب اللبنانية المتتالية مع بعضها، عرفت كيف؟ نعم. فصرنا يعني راح من عمرنا كتير زمن بعز شبابنا، البلد شعل بحروب الأهلية اللي تذكر ما تنعاد، ما فينا هاي قدرنا. هلأ صار في إعلام هيك، لكن الإعلام هلأ بغش بيكذب، ما عنده شيء قدمه غير الحكي. يعني فنان هلأ ما فيك انت تقول لواحد انت ما تغني او انت ما تمثل. حر كل واحد يختار المهنة اللي بيريدها، لكن ان يصير الفن هيك مشاع بدون تخصص. يعني شاشات بتبرز اجساد وبتبرج وجوه بيصفر الواحد يحكي فيها. يعني شبعنا على كل من هالأجساد ومن هالوجوه هيدي واشتقنا ومتعطشين للفن الأصيل. حضرتك عاشت بضم صوتي لصوتك، يا ريتني ليل نهار بتسمع إذاعة قديمة. نعم عرفت كيف؟ نعم بتسمع على الإذاعات الراقية يلي ما عنده غش، يلي ما بتسمم أذان الناس ويلي ما بتشيع حتى الإعلانات، بتعمل إعلانات عشي منه حقيقي مش بس بوجوه الفنية، حتى بالأكل حتى باللبس حتى بكل شيء في غش للمشاهد، في غش للمستمع. طيب كيف اليوم الفنان الأصيل يلي عم بقدم أعمال حلوة، لأن بعد فيه الحمد لله، كيف بده يقدر يقدم أعماله بهالفوضى هيدي كلها؟ يعني بضل في فصحى ضيقة بهالزمن بهالزمن البشع، بضل في عنا فصحى ضيقة منطل من خلالها. مثل هلأ واحد بيعرض واقعه بيعتذر عنه على أمل أنه يضل في أيام، ولو كانوا الأيام صاروا قليل يعني على الله يا رب رب يبعث لنا أيام هنية وراحت بال ببلدنا وراحت بال لهالناس، حتى إذا عملنا عمل مهم نعم تيجي الناس تشوفه، تظهر من بيوتها تظهر من أوكارها، تروح على المسرح الغنائي، تروح على الصلاة، تسيون حفلات لايف يعني. نعم. أما هلأ بلبنان ما في يعني أقل مسرحية واحد إذا بده ينتجها بده مليون دولار ينتجها،
نسبة للتقنيات وللأمور المستجدة في عالم المسرح. طيب استاذنا، من بعد الأمجاد يلي عشتها وعصر الفن الذهبي المهرجانات، شو الحلم يلي بعد ما حققته بمسيرتك؟ ما حققت شيء حصرة من حل أحلامي، حققت أنه أكبر بالفن ختيارته، ما حققت شيء والحق مش علي. يعني نحن ما بنشبع من أعمالك، والله يطول بعمرك، هيدا أهم شيء بنقوله. الله يخلي لي إياك كلك ذوق. الأغنية أنا ما بدي مش عم بشكي لك همي، لا. بس الواقع ما فيك تحكي عليه بفرح، واقع الفن في الدول العربية ما فيك يعني تمد أبساطك وتترحرح في شح، في قلي، في شيء ملوث، في سينما ملوثة، في تلفزيون برامج ملوثة، في لعنة، يعني علينا لعنة من كل شيء في موجود على بهالأرض. ونحن ما بنتمنى انه الا تكون غايمة ان شاء الله تعبر قريبا. بدي ارجع شوي لبعض الاغنيات اللي حضرتك قدمتها، يا ناس حبوا الناس، بيلبق لك شو ما عملتي، ايام اللولو، صبي ولا بنت، سألوني لمين بغني، يعني أغاني ما بتموت. شو سرها؟ شو سر هالأغنيات هيدي؟ شو بدي أقول لك، سرها إنه طالعة من مدرسة فيها خشوع وفيها إيمان بالشعر، وطالعة من بوتقة ذهب، عصر ذهبي للفن، كان كل اللي حوالينا عظيم فنيا، نعم. الموسيقى عظيمة، العازفين عظيمين، الخير طافح ببلادنا، الفن بأوج طلعته بعصره الذهبي، الفنان ما كان أناني ولا كان مليونير، بس كان عايش ملك. صدقني الفنان بزمان من بالستينات والسبعينات والثمانينات كان ملك، ملك ومملكته أوسع من المملكة اللي عايش فيها، مملكته الأوطان العربية والأوطان العالمية والانتشار العربي واللبناني بالأخص في كل العالم. يعني أنا زرت كتير بلاد عالم، زرت الولايات المتحدة، زرت كندا، زرت كتير بلاد أوروبية، وزرنا مسارح عالمية، نعم. بفرقنا إن كان وقت كنا مع فيروز ووقت كنا مع كاراكالا، أحلى مسارح بالعالم انعرضنا فيها. حتى بالصين عملنا حفلات مهمة كتير، حتى في الدول العربية ما خلينا مطرح ما انتشرنا فيه ونشرنا الفن اللبناني والفن العربي الراقي. سألوني لمين بغني ليلي والحنين، سألوني لمين بغني ليلي والحنين، إذا لحبيبي ما غنيت رح غني لمين، بحلف لك يمين وعينيك الغنين على اسمك انا بنظر صوت